اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي مدريد اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع شريكنا مجموعه ار ام فور ارب في تويتر ويوتيوب ويش رابط ريال مدريد الرسميه في العراق. حلقه اليوم بعد فوز ريال مدريد في ديربي مدريد، الفوز اللي ربما جاء بهدف مقابل لا شيء، لكن كل المؤشرات والظروف كانت تحكي ريال مدريد اقرب نتيجه معاناه اتلتيكو والظروف المثاليه اللي بعيشها ريال مدريد. حنحكي بهذا اللقاء بتفاصيل كثيره، بس كالعاده بذكركم تشتركوا بقناه سيلفي سبورت على اليوتيوب وتتركوا لايك على الفيديو عشان يوصل للناس اكثر. المباراة جاءت من شوطين مختلفين وكأنه زيدان كان بده اياها يصير هيك، يعني لما تشوف التشكيل الأساسي لريال مدريد بتعرف انه نازل بشوط الأول يمسك كرة بشوط استحواذي بحت، واضح خمس لاعبين بيعرفوا يلعبوا تكنيك كرة كويس، وبالتالي واضح انه الفريق حيكون ماسك الكرة بشكل أكبر، وهذا اللي حصل. واضح جدا في خمسة حابين يضغطوا أول ما يفتكوا الكرة، عم بيحاول يمنع ارتداد أتلتيكو، واضح كل هذا واضح. لكن بنفس الوقت كان واضح جدا انه التشكيلة اللي نازلة حتخلق مشاكل كبيرة في المسألة الهجومية، لانه ما في اطراف حقين، حتى لما فالفيردي توديه يمين حتخسر قيمته في العمق، اسكو على اليسار جر بكثير فعاليته قليلة امام الفرق اللي ما بتدافع، فما بالك امام الفرق اللي بتدافع، وبنزيما بصبح هيك مقيد ما في معنى لخروجه لانه ما في لاعب عم يدخل مكانه بشكل حقيقي، فاصبح كأنه الريال مسك كرة لكن بلا فائدة. وبالتالي كانت نتيجة المباراة بالشوط الأول واضحة للغاية، ريال مدريد ماسك كرة، أتلتيكو أخطر وقادر يهدد المرمى بشكل واضح. أظهرة ريال مدريد كانت مقيدة بشكل كبير جدا في الشوط الأول لأنها مضطرة دائما تلعب واحد لواحد بشكل واضح، كارفاخال مضطر يلعب واحد لواحد أو واحد على اثنين حتى من تعاون أتلتيكو، ونفس الشيء لمندي، هذا الشيء كان يسهل مهمة أتلتيكو الدفاعية. الرتم البطيء الموجود في اللاعبين الهجوميين في ريال مدريد خلى المباراة كأنها جنة بالنسبة لأتلتيكو في الشوط الأول، كأنه كل شيء بده إياه سيميوني صار في الشوط الأول. في المقابل كان أتلتيكو عم بيستفيد من انه لعيبته كمتوسط سرعتهم الهجوميه اسرع من سرعه ريال مدريد الهجوميه، فكنا نشوفه بيلعب بلمسه واحده للامام، عم بيكون اخطر، وبالتالي هذا الشيء كان مخلي سيميوني يحس انه انا فزت بالمباراه، الا انه زيدان لم يعد زيدان اللي بيستنى كثير عشان يصححه، وبين الشوطين قلب الامور. كان واضح جدا لو لعب 1000 دقيقة مش حيسجل اليوم بالشوط الأول، وبالتالي كان التغيير جذري، كروس اسكو برا، فينسوس وفاسكس يدخلوا، نتكلم عن 4-3-3 واضحة بعد 4-3-2-1 في الشوط الأول، عن أجنحة تقليدية، واحد منهم فردي سريع، الثاني بيعطيك القيمة الدفاعية اللي بدك إياها، الريال تغير، صار قادر يوسع اتجاه اللعب، يمين يسار، صار لما لاعب الوسط الظهير أو لاعب الظهير آسف يمسك الكرة ويتقدم يلقى أمامه لاعب جناح هجومي يمرر له، صار قلب الدفاع عنده أكثر من خيار للتمرير الأمام مش بس للظهير أو قلب وسط، شفنا أكثر من كرة من قلب الدفاع تروح للجناح الأيمن وحتى على اليسار نفس الشيء، زادت خيارات التمرير الريال، زاد قدرته على تنويع اللعب وتسريعه، فكانت جملة واحدة بين جونيور مندي بنزيما هدف مقابل لا شيء. بعدها الريال أدار اللقاء زي ما بده، وأدار اللقاء بالطريقة اللي خلتنا نفهم شو كان يفكر زيدان. زيدان دخل الشوط الأول بتلك التشكيل الاستحواذية بحثا عن هدف، دخل اللقاء بده يفوز 1-0، وبعد هذا الهدف فعليا زيدان أدار اللقاء بأنه يفوز 1-0. خلينا ندخل لبعض التفاصيل، ندخل على لاعب زي فالفيردي، اللاعب اللي تم استفزازه اليوم، ضربه اليوم بعد موقف السوبر، اللاعب اللي خاض كلاسيكو بثقة، خاض أكثر من مباراة كبيرة بثقة، اللاعب هذا ذهنيا جاهز، شخصيته جاهزة، وأنا أعتبر هذه من ثقات زيدان اللي شفناها يوما ما بأسينسيو، وشفناها بأكثر من لاعب شاب أدارهم. في المقابل أيضا جونيور لما يعمل هذه اللمسة ويكون هو سبب صنع الهدف، نعم مش أسيست لإله، لكن هو صاحب الكيباس، صاحب التمريرة اللي حسمت الهدف، لازم يفهم ونفهم احنا انه كرة القدم اكثر من مجرد تسجيل اهداف، نعم، تسجيل اهداف تعمل لك رونق، ولو انك حارس مرمى بتصير مشهور لانك سجلت هدف، بس كرة القدم محتاج اللعيبة زي هيك، فريقك محتاج اللمسات اللي زي هاي، فريقك محتاج الفوضى اللي بتخلقها بمهارتك، مش ضروري دائما تسجل، بعض الاحيان مهم جدا تكون جزء من المنظومة، حتى لو كانت جزءك فوضوي بمهاراتك زي جونيور. جونيور انا ما زلت مؤمن انه قادر يروح بعيد كثير رغم المعاناة اللي عانها لفترة بهذا الموسم، لانه قدراته قدرات لاعب ممتاز جدا. طبعا البعض ممكن يتكلم عن تبديل موراتا وخروج موراتا وانه ضيع المباراه، نعم خروج موراتا اثر بشكل واضح على مساله من خلينا نحكي الارتداد تاع اتلتيكو او الارتكاز عليه لاتلتيكو، لكن مش هو كل شيء، الاساس فعليا اللي حصل في ريال مدريد، رفع الرتم، تغيير الشكل، وحتى تغيير ادوار بنزيما بين الشوطين، كل شيء تغير في الريال بشوط، فبنتكلم عن مدرب قام بعشر لمسات مقابل مدرب قام بلمسة واحدة، يعني زيدان يؤخذ له هذا الشيء، يؤخذ له وصوله لريال مدريد لهذا الشيء. شوفوا اليوم الدكة، لو تقارناها بأول الموسم كنا نحكي الريال ما عنده لعيب وما عنده دكة، زيدان قدر يرجع الفريق القديم وقدر يستفيد من المواهب الجديدة ربما ما عدا يوفيتش، وبالتالي صار الريال عنده دكة قوية حقيقة. الريال كثقة بنفس رجع، كصلابة دفاعية رجع، كحالة معنوية رجع،
حتى لو زيدان ما جاب أي لقب، أنا بالنسبة لي زيدان هذا الموسم نجح بالنسبة لمشروع نادي، وبغض النظر استمر أو لا لو ما جاب ألقاب، رغم أنه ما زال طبعا على الورق هو المرشح الأفضل أنه يجيب لقب الدوري. يعني هذه مسألة لازم نخليها في البال، زيدان أخذ الريال من الحضيض، عانى معها السنة الماضية، لكن وضع الفريق الآن على الطريق الصحيح، صفقة صفقتين أخريات، والريال بصير دائما مرشح لكل الألقاب إذا ما فاز بالألقاب هذا الموسم. إذا المباراة أعتقد ظروفها كانت طبيعية، الطبيعي لما الريال يعمل الصح اليوم وأتلتيكو يعمل الصح الريال يكون متفوق، لأنه الريال أكثر انسجاما، أكثر ثقة بالنفس، وبيعيش حالة أفضل من فريق بيعاني جدا زي أتلتيكو مدريد، فريق تقريبا بيسجل هدف بالصدفة صار في كرة القدم، فريق معاناته هائلة، فشل بالتعاقد مع مهاجم، وكأنه إخراج موراتا اليوم يعني كأنه رسالة من سيميوني أنتم ما جبتوا ليش مهاجم، ها هذا اللي صار. وأنا صرت أعتبر أنه سيميوني أيامه اقتربت أنها تنتهي، وأعتقد أنه هذا الموسم آخر موسم له منطقيا، بخوض تجربة جديدة، الفريق بيجيب مدرب جديد، يستفيد من اللاعبين الموجودين. سيميوني ترك فريق قوي، عمره صغير، قادر يعيش سنين طويلة، ترك فريق دخله أكثر، وبالتالي مستحيل حدا يشكك في اللي اضافه سيميوني لاتلتيكو. طبعا بنوصل هون لنهايه هذه الحلقه، كنت معكم انا محمد عواد، تلقوني فيسبوك تويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعوا قناه سيرفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله.